سعيد بنتي لينا كاعية شنو كعاك اخويا؟ اخويا راك عارف الوداد اخويا البارح والله اخويا ما جاني الناس بقى فيا الحال بزاف حشومه صاحبي دوك اللعابه صاحبي داك الاداء اخويا راه ما عجبنيش بصراحه لعاب اخويا واش ضارب حاجبو شي ما كيلعبش واقعي شي من اللعابه ما فهمتش انا واش راه بنادم راه بروفيسيونيل وما كيديرش داك اللعب كيلعب واقعي ولكن اللعابه ديال الوداد مازال فيهم شويه العياقه ما كيلعبوش داك الشيء واقعي وكيبينوا لنا في التيران وكيما قلت لهم ما يلعبوا على التوني ويلعبوا على بان راه الشعب كامل راه كيشجعهم وكيساندهم وباللي راه حنا كنتفرجوا من قلبنا ولكن راه ما كاينش شي اداء راه شنا وخويا جبران انت راك زعما لعاب محترف وبروفيسيونيل وكابيتان صافي منين سيف للاربيط على بيلانتي واحتجيتي وعطاك صفره صافي راه يكفي واش دابا الاربيط واش غادي يرجع باش يقول لك لا راه ماشي بيلانتي راه لا يمكن هذه راه داك لعاب هاوي وما غاديش يدير داك الطريقه اللي درتي انت زعما راه لعبتي بالمنتخب وشفتي اباطيره ولعبش وشتي لعابه كبار وانت لعاب كبير وخاصك تعطي واحد الصوره زوينه على 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 اللعابه اللي كيلعبوا في المنتخب ولكن انت اخويا انا بعدا في دوري عادي ما يقدرش شي لعاب يدير هذيك الطريقه اللي درتي واخويا نهضر على داك تسعود اخويا داك لاطاكو اخويا شتي هذاك اقسم بالله اقسم بالله لا لعبته معايا في هذاك الدوري اللي نظمت لعب لا ما فهمتش انا شتي انا والله حتى اللعب احسن منه اقسم بالله حتى اللعب احسن ما فهمنا والو واش الكره غاده واخا هذا هربانه منه ما عندوش حتى التكنيك ولا التكنيك ديال الكره ما عندوش هذاك اللي جابو اخويا راه ما كيبقاش في الكره لا علاقه ليه بالكره يمشي يشوف الناس قال لك اخي سعيد العودان مربوطه والحمير كتبورط هي هذه لولا الظروف جالس هنايا لعبها في البطوله في البطوله ما نقولش انا غير في الدوزيام سيري ولا في الهوات والله اخويا تيلعبوا احسن من داك السيد يلاه هذاك والله ما لعب حتى ما باش ليا فيه الوقفه ولا اللعب ديال الكره صافي قطع عليا يا خايب شوف والله الا اخويا لما كنا صراحه بقى فيا الحال بزاف حيت كنا كنتشاضروا ان الوداد تمثل المغرب احسن تمثيل ولكن للاسف مازال الوداد خاصه بزاف خاصه لولا الظروف